سبحان الحي الذي لا يموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من كتب لنفسه البقاء وحكم على غيره بالفناء، خاطب الجميع بقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وخاطب نبيه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. بداية نقول بأن أمة النبي شهداء الله في أرضه. مرت جنازة لرجل صالح فقال النبي وجبت، ولرجل آخر فقال وجبت، الأولى لها الجنة والثانية لها النار. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لأنكم أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فوجبت لها النار، وأنتم شهداء الله في أرضه. ونحن نشهد الله أننا نحب الدكتور هاني الناظر فيه، والله أسأل أن يجعل هذه الليلة خير ليالي، وأن يجعل ضمة القبر كضمة الأم الحنون على ولدها. وفي الختام بشرى لكم وبشرى للمتوفى. أما البشرى لكم فحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط في الجنة، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. فهنيئا لمن صلى على الجنازة. أما البشرى للمتوفى فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من رزق عند موته بأربعين يصلون عليه ثم يستغفرون الله له إلا شفعهم الله فيه. والعدد ما شاء الله كثيرا.